الله، نحن اليوم بمنزل سيدي الأستاذ والمدير والنائب سي مبارك بوناب. السلام عليكم سيدي. جينا اليوم إن شاء الله باه نعرفوا الأستاذ تاعنا أكثر، ونبدأ من خربة الليس إن شاء الله باه نكملوها لشبيلية. نبدأ بخربة الليس. الأسرة تاعك كنت تسكن في خربة الليس هكا؟ هبدأ أحكي لي دوك. زدت في 1949 كان 4/7/49. كنا في الوسط، الجيران كانوا من ضمن الجيران تاعي، كان العيفاره بعدا تعرفوه، قال صديق ربي يرحمه، ربي عمرون ربي يرحمه. هذو كانوا عشرك في خربة الليس. والوالد تاعك كان بنا مصر. مصر. الله يبارك. ومن بعد التعليم الابتدائي تاعك كيفاه كان؟ بديت في الست قبل الابتدائي. قبل الابتدائي قرات في الكتاتي. صحيح. التعليم بديت في المسيلة. ها؟ كنت متمرد شوية. ما تحبش تروح تقرا؟ ما تحبش نروح. دور في القراية بكري؟ بديت على مولا 4 سنين بديت نقرا فيهم. اها؟ وين هم المعلمين تاعك اللي تشفع عليهم؟ الوحيد اللي نشفع على أنا زوج. زوج هو الأول الشيخ بن صفا، مصطفى بن صفا. ها؟ مش شوية قريت عنده. الله أعلم، الله أعلم كما راه يدرك البازار. كان ثم مدرسة. ها؟ هذا واحد. هذا نسموه. أم والشيخ جيدل نذير. عثمان نقول عثمان ربي يرحمه. ربي يرحمه. كان معلم هنا وقريت عنده. وكيف ما حفظت شوية ولا؟ عند جيدل ختمت ياسين. إيه ما شاء الله. وأنت ماكش حاب ختمت ياسين. ختمت ياسين. ومن بعد؟ من بعد هذيك ختمت ياسين دار ربي فيها ربي يرحمه التلمو كان متشوق اللي تموه دار فيها عرس. ألو كنت نقرا كنت ناجح في المدرسة. ما كان تهموش هذيك. أكثر ما تهمو أنك ختمت نسموه. من هذيك الظروف والبعد والوضعية نسموه. تركت قراءة القرآن في الكتاتيب وليت نقرا ديريكت في المدرسة. المدرسة القديمة. ها؟ في المدرسة. ابتدائي تاعي عدت في المدرسة وراها حاليا جاليري. ثم بعد ذلك في السنتين نجحت السيجيام. اسمع لي، في المرحلة هذه نتاع الابتدائي اذكر لي بعض المعلمين والتلاميذ. المعلمين كانوا معلمين كلهم فرنسيين، منهم موبا هذا اللي قلت سنة أولى، ثانية مشي مالي، ثالثة مسيو ديدي، الرابعة ريبيتيكسي. هذا كان كورس وكان صعيب جدا. ومن بعد مسيو مدام لاريف هذو. والمدير تاعكم كان سي بوضيف عمر ربي يرحمه. ما تتذكرش حادثة صارت أثناء ذلك يعني مع معلم ولا شفتها؟ ما وش صارت تخليك؟ زوج حوادث. أه؟ زوج حوادث. حديثة أنني كنت مدام لاريف هذه كنا السنة الخامسة ابتدائي. كانوا في آخر السنة يعلموا يديرونا كورال وينجدونا النشيد الوطني تاعهم. فرنساوي. إيه ألونسون فون لا باتري. لا مارسياز كيما نقولوا. كنت أنا وسعيد مرنيت ربي يرحمه. سبحان الله. قاعدين نسموه نشوشوا عليها. كانت الغيره الوطنيه. كنا نشوشوا على في هذيك يتعلم فينا في الاداء. احنا نشوشوا. عيطت لي اسكت. هي كانت في الحقيقه ما كانتش يعني باش قاسيه ولا ماشي من المعلمات. عيطت تلفات. هذا كانت هذا المسطره تستعمل فيها تقود في يسموه. جات باش زعما تضربني بها تسكتني. ضربك راس. هزيت يدي هكذا ضربتني هنا. انا شفت.
جلسني هادي جا هاي بتراس المسطرة جلسني هنا ها تحت كاو كيلو عاد قدام الأولاد قدام ثم في القسم سكرت ها ديك ساعة كان هذا مشي ديدي جا عيطت له جا هزوني داوني للطبيب ديك ساعة طوريس طوريس معروف طوريس كان عند الكابيني تاعو كيما راه ملي والي دوكا ها قبل المدرسة تاع البنات دواني ومن بعد رجعوني للدار داني دراي والله يسلمك فطنت كثروا لبوي روح دير شكوى ودير كذا وما حقهاش وما عرفش شنو جابوا لا المعلمة أنا لاباس الحمد لله ما كان ولد ما قبلتش حتى استأنفت الدراسة تاعي الغدوة بدون أي مشكل بدون مشكل قعدوا شادين هالي هالمعلمة قعدت هال يسموها قالت لي ان بون جيست اجيبها الحال مو مشكيت هي ورجلها العام كي طلعت السنة السادسة طحت عند رجلها وفي ذاك العام هذه على كل حال نحكيها للتاريخ ما درتها منها ولا كان معنا ولد كوموندون تاع ما عرف كي ذاك الوقت نتاع مسيلة العسكر ما نعرف المهم كان يقرا معنا وكانوا شويه كانوا كنا شويه حاقرين وشويه كانوا حاقرين الزملاء نتاعي وسموه في الوسط هو الوحيد في وسط العرب من ضمن الاشياء اللي انا اداني فيها الحماس كتبت له برية قلت له اليوم نجي نذبحك. أوي. إيه ثوار جد من زمان. كتبتها لهم فرنسي. إيه هم فرنسي ذاك الوقت. ديتها أعطيتها هو يعني البراءة هذيك البرية اداها المعلم هذا مشي لاريف. يعني وهذه اللي قعدت انا نسموه مشي لاريف هذا حكم هذيك الوقت قطع وعيط عني. المعلم تعيط نتاع معلم يدب عيط عني ما ضربنيش والله عيط عني قال لي ما سموه وقطع هذيك الورقه. الطفل هذاك يروح يقول له والديه. يذبح دونك هذا بن تيروريست وبن كذا وعلى بالك وقت الثوره في اللي راه نهضر لك في 60. استغفر الله في 61 اشد اللي يسموه موجب يستسر وحط المشكله والطفل عاد يجيه العسكر عاد يجيه انا بدلت خرجه كان خرجه ثانيه عاد نخرج منها جاني ديك الساعه المدير ربي يرحمه سي عمر وهذا يسموه هضروا مع المعلم هذه الفضل نتاعو ما ننساهاش طول عمري هذا مشي مريض سند هذه كامل ضربه واحده وطبعا على بالك طبعا الكوموندو هذا الفرنسي طمعنوا باللي هذا راه تلميذ عاقل وما ما نعرفش واش صار ما بيناتهم المهم راح الكوموندو هذا راح ما كيما نقولوا تاني ما تبعش الامر وانا وشغال وش من بعد وش فهمت انني لحت والدي في ورطه سي سير كلام كبير قلت فهمت وهذه تحمل المسؤوليه من الصغر صغر والدي لازم تخرج من الوضع هذه الحادثه الاولى هذه الحادثه منها خلاص قاعد ولكني قعدت هذيك الساعه كان ديش لي كذا الوطنيه قعدت في في الاستقلال ديك الساعه طلعت في اخر عام ديك الساعه طلعت انا سنه 62 طلعت للمتوسطه فالمتوسطه ديك الساعه دايرها على القريه كل اجتهاد والناس اللي كانوا يقراوا معاك ذاك الوقت ما تقدرش كان معايا رجب السعيد ربي يرحمه مرني السعيد ربي يرحمه حمدي عبد العزيز هو الدكتور طلع عبد الوهاب هو دكتور دركا في مشيله الله محمد جيكو سنعين بورزك سعيد
الله يبارك. ومن بعد بن يحيى عبد الكريم خشت بشهاده. اي ومن بعد في تلم كان حماس تاع التعلم وسمو كبير عقبت شهاده تاع الابتدائي بالفرنسيه في ذاك الوقت حر هذه ماكش محافظ عنها. الله يبارك. وثم شهاد رحت فتحوا شهاده ابتدائيه في البرج. اول ما افتحها في البرج. رحت عقبتها وجبتها. ثم توسط وين قريت؟ في الجنوب يسموه الكوليج دونسينيمون مويا. مكان في المكان تاعو راه في ورا هذوك اللي جالوري وراه كاين شاولوم تاع السيارات هذا ثم كانت هذيك البدايه. ايه ثم انتقلنا الى وراها مدرسه الذكور دوك بالصديق سعيد مقابله سينما رفضنا. ايوا هذوك ربع سنين وين هم اللي قراوكم ثم ثاني قور ذاك الوقت كل قور الا اللغه العربيه كان استاذ بن عيسى وأستاذ خضبان هو اللي خلصنا. السنة هذه من 62 حتى ال 65 66 نقولوا احنا 66 ومن انت التلاميذ المشهورين اللي قراوا معك يعني اللي مازلت شافع عليهم؟ نفس الشيء رجم سعيد ربي يرحمه، مرني سعيد ربي يرحمه، طلع عبد الوهاب، محمد شيكو اسماعيل، رمضان احمد، بن يحيى عبد الكريم. هذا في المتوسط. بالإضافة إلى البنات كنا. وش تشفى على حد ثم ذاك الوقت تفكروا؟ لا ما كانش في ذاك الوقت. مع معلم ولا مع تلميذ؟ ما كانش حتى يعني. المدير تاعكم شكون كان ذاك الوقت؟ أبو ضياف عمر. أنا في المتوسط حتى نخلصت. خلصت في 66 هكذا. 66. ها ومن بعد؟ رحت لكارواني. انطلقت في كارواني. في كارواني و جبت نجحت في الشهاده تاع المدرسه. ها؟ بيجي ذاك ها؟ وراها شهاده. لا عندي راح لقينا على فوتو. ها وي. من بعد شوفوا هذيك. ها؟ من بعد انتقلنا للثانويه، الثانويه بديت الدراسه نتاعي. سنة أولى كنت رياضيات، من بعد السنة الثانية جوزنا الامتحان تاع شهادة البكالوريوس الأول جيت فيها. سمى البكالوريوس كان دار عامين. عامين. السنة الثانية والترمينال. الترمينال. آه. من بعد طلعت للترمينال وجهوني علوم تجريبية. سيونس اكسبيريمونتال يقول سيونس اكسبيريمونتال. ايه سما راها قديمه لوبسيون هذه بكري. ايه رجعوا ليها يعني. رجعوا ليها. اها. من بعد 69 ديت ديت الباك. ديت الباك تاعي. هذا هو الباك. سيريفيكاسيون فاكولتي دي سيونس دالفي بكالوريا نسيونال سكوندير سيرتيفيكا بروفيزوار. نسي مو بونا مبارك نسيلا سيتيف. 7 أبريل كذا وكذا هذه كانت لو 15 جويلي 1969 ذاك الوقت كان بيك حي ولا؟ ايه حي بيك حي وكاش ما درتو احتفال بالبكالوريا ذاك الوقت ولا؟ أولا وقبل كل شيء يعني هذه فرصة نذكر اللي جاب لي الخبر اللي 11 تاع الليل قارة صديق ربي يرحمه ربي يرحمه ثاني كان يسمع في الراديو أنا كنت في الدار سمع كان في ذاك الساعه في الراديو النتائج بوست سمع اسمي جاني في الدار في الليل على 11 تاع الليل نوضني قال لي راك نجحت ما صدقتوش حتى نروحنا للثانويه وشفت اسمي في القائمه بذات الصفات هذا في 69 في 69 وين منين نجحوا معاك؟ كان دكتور عزيز قاضي عبد الكريم هذا هو انت وعلى نظام سيلا اللي شفت عليهم والباقي هذيك لاكليك تاعي
المهم نجحنا في 12 واحد. ما المسيرة؟ لا لا، في القسم داعني اللي كنا نقرأ فيه. أوي إيه، كانوا في ذاك في الثانية قيروان كنا قسمين تاع علوم تجريبية. أها، من بعد ما ثم مباشرة خلاص قلت نسيبنا نبدأ نبحث عن العمل. لا 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 لا، كمل القصة تاع الفرحة. الفرحة من بعد كان ولد عمي الدوادي ربي يرحمه. بيان. هو سموه كان هو راح جاب لي خروف. ها؟ ايه. درنا شخشوخة. وفي السيزيام ما درتوش جدي ولا هذا ذاك الوقت؟ لا كنا بعاد على هذا. بعاد. فرحتوا ثاني. ما الغريب بويا فرح كي ختمت ياسين، بصح هذا الانتقال في الدراسه العاديه ما كانش اثر فيه بزاف، رغم انه كان يحثنا باش نقراو ونتعلموا. ايوا فرق من ظروف. وفت ومن بعد في الاهليه ثاني ما درتش فرحه. ما درتش الاهليه، جبتها في وانا نقرا الثانويه. رحت الثانويه في باسكو كانوا الامتحانات الرسميه هذو كانوا على دورتين. الدورة الأولى في جوان، والدورة الثانية في سبتمبر في الأهلية. نفس الشيء بالنسبة للبكالوريا، بصح أنا جبت إلا الأهلية جبت الدورة الثانية. يا الله يبارك. إذا جبت البكالوريا. جبت البكالوريا. طلعت للجامعة. ما رحتش للجامعة. من ثم قررت باللي نحبس. أنت وحدك؟ وحدي. زمان العمل. لا. نظرا للظروف الاجتماعية اللي كنا عايشين فيها. بيك استمر كبر ساعة كبر شوية تقدم في السن في السن و عاد ما يقدرش يخدم. كبر. اي من ناحية صحيح. وما كانش عندكم مورد واحد اخر غير الاب كان. غير الاب اللي يسموه. يسمى طرير اضطرارا لعدم وصل الدراسة تاعك. وخرجت. اديت الملف لمن؟ طلب العمل. السيد الضياف عمر ربي يرحمه. ربي يرحمه، هذا في 69. في 69 دخلت ليه، حطيت له الملف، شاف الشهادة، ناض يفرح ويشطح. ناض من براسو. على غير ناض يعني. لا حول ولا قوة. ما فهمتش، قاعد يشطح. ورجعوا لينا بالبكالوريا، ورجعوا لينا بالبكالوريا، مسكين كان. إي أوني ريفني بشري، إي أوني ريفني بشري. الله يبارك. وانت هذه الصوره ما راحت لكش؟ تاثرت فيا بزاف ديك الصوره. تاثرت فيا يعني كنا تلمو قراب ليه بزاف بزاف، كنا قليل، يعرفنا بواحد ظروفنا والدينا ونعيش وكذا نعيشوا كان يعرفنا تفاصيل. ذاك الوقت كنتم مازلتم خربت الليسا؟ لا لا، هو خربت الليسا ملي دخلت السنه الاولى ابتدائي، رحنا سكننا في شواف. صعيب يعني. كيف راح بيك؟ وش بديت دوكا كمعلم؟ وش بديت؟ أول ما بديت بيت معلم في الرجاء. ها الرجاء؟ مدرسة الرجاء كان يشرف عليها في ذاك الوقت سي بن يحيى علي. أوي؟ ايه. ها؟ كان مع الزملاء ساسي ساسي مرنيز السعيد مرنيز السعيد عمرون جلول بن الشيخ عبد المجيد. كاين الصورة هذي؟ بخلط علي ربي يرحمه. ربي يرحمه. في الأكاديمية. هنا يا كما نشوفوا انت راك لابس البيستة البيضاء هكذا، وقدامك عمرون جلول، والاخر اللي في الوسط شكون؟ هاو سيلو. ها هاك شوف عمرون بعد من ريس سعيد ربي يرحمه. اللي في الوسط والاخر خلاص عبد المجيد. عبد المجيد بن الشيخ ربي يطول فيه ما يروح. اذا هذه صوره من مدرسه الرجاء. قد خدمت ثم؟ عميل. وذاك الوقت شفت اكيد خدمت مع الشيخ جلدي. ما خدمتش معاه. الزقور ديك الساعه كان يقرا في المدرسه الاخرى. وي الله يبارك. هي قد خدمت عامين. عامين استاذ معلم فرنسي بالفرنسي. كان ديك الساعه يقرا فرنسي كلش. ها ومن بعد؟ ومن بعد قلت للمتوسط الفرنسي اللي كانوا يوم كادري ولا كانوا معطرين الفرنسيس في المتوسطة في بعد 65 بعد 69 يخرحوا
كي راحوا انت في 71 بها رحت المتوسطة. رحت المتوسطة. متوسطة تاع سيون ميكس اللي نسموها هذاك سيون ميكس. المختلطة. ديت كان قري كأستاذ رياضيات وعلوم. زوج مواد بالفرنسية. زوج مواد بالفرنسية. هكذاك حتى ال وين اللي كان مدير ثم؟ كان جحيش ربي يرحمه. ربي يرحمه. جحيش طيب. ها. من القسنطينة. وهو أصلا كان أستاذ رياضيات. ها. وهذا نرحمه عليه كان له فضل كبير علينا اللي غرس فينا. أول نحب الرياضيات. وثانيا التربية. الزوجة تاعو كان دير سبور. والزوجة تاعو كانت أستاذ أول مرأة كانت دخلت دير السبور وأول أول فترة بداو البنات نتاع المتوسطة يديروا الرياضة. كي كانوا معتقدين تلقائيا. ويشوف هذيك الصورة نرجعوا لورا هذه الصورة نتاع. هذه الصورة نتاع سنة أولى ثانوي. أولى ثانوي. هذو الجماعة تاع مشينا كلهم هنا. تقدر ت. اسمح لي نجيك هكا فوالا عندي طاير هكا روح وريهم لي دوك تاع مسيلة ايوا شي حاجه تاع مسيلة وراك تاع اولا عني انا هار ها هذا شيكوش جمال اها تعرفوا ما تعرفوش نعرف زهية نعرف اها هذا محمد شيكوش اسمعي اللي كنت نحكي لكم عليه دكتور طلاء عبد الوهاب هو هناك مما ها هو مسمي اسمعي هذا عبد العزيز محمدي روح يعني طبيب ايه هذو جماعة نتوعنا تاع مسيلة الباقي كل من بقعة وين اللي تشفع عليه من بقعة ولا ما تشفعش عليهم راح الوقت ما يعني اللي ذكر راهم حاكمين بلايص ولا راهم شعراء ولا كاين هذا محمدي طبيب لا ماهوش هذا محمود يقولوا له هذا من راس الواد كان هنا مراقب عام في التيور كان مراقب عام هذا الاخرين ما شفاش عليه كل اذا نستمر ورانا بك في راك بديت تخدم في المتوسطه تاع نقولوا المختلطة زيت ما ولاش ما زيادة في 72 في 71 عيطوا لي للمتوسطة خدمت ك ديطاشي كنت بالباك كنت معلم ها قرات معلم ها خدمت كديطاشي ها الرياضيات والعلوم في 72 خلقوه الكابام هذا خلقوه ال قرات نتاع أستاذ تعليم متوسط. إيه. خلقت الوزارة أستاذ تعليم متوسط. سنة اسمح لي هذه الكارتة هذه ما درتهاش هذه نتاع قيرواني وش يقولوا لها كوبيراتيف كولتوريل ليسي قيرواني. كنت نتاع عضو ناشط هكذا يقولوا أديرا أكتيف هكذا ناشط الله يبارك. ممكن يقدروا بزاف. الله يبارك. هذا البوني كتشوف فيه بس أو كل سما منا نقدر من يتعقبه من يتعب سبوا سيريو دي سيريو ولا كم كم بسبوا سما نقدر نقوله منا اللي بديت النشاط هم أنا ما داخل في الدراسة وفي التعليم وكل شيء سما هذا هم بديت تنشط يعني كنت ريزيرفي هكذا جاب دروحك في قيرواني شوية موهبة تاعو أنا بالكم نقول هاكم أنا في الثانوية في ذاك الوقت قيرواني مش نجي قيرواني قرواني كان تاريخ ثانوية خاصة بولاد كولون بولاد فرنسا كان قليل العرب اللي يطلعوا لها في الاستقلال حلت الابواب تاع الجزائريين اللي بايعنا هكا ولكن النظام التربوي في ذاك الوقت كان الثانوية كانت فيها نشاطات ثقافية وعلمية كبيرة كانوا يجونا محاضرين من فرنسا من باري يجي يدير محاضرة في الثانوية في الاستقلال إيه كان إحنا نحضر لهذه كل المحاضرات
وهذا النقد والإضرابات وكانت يعني نشاط كبير في الثانوية. إيه ثم ثم سقلت وكل كي تخرج من الثانوية تخرج متكون سياسي واجد. رجعت على المستقبل. إيه الله يبارك. إذا ذكر أنا نرجع ل رجعنا للصورة نرجع للخدمة تاعك. رحت المتوسطة المختلطة وخدمت مع جماعة ومن بعد. بعد قلت لك خلقوا منصب 72 خلقوا المنصب تاع استاذ التعليم المتوسط وزاره خلقت استاذ تعليم متوسط وان المستوى نتاعو لازم يكون ثانيه جامعي باك زيد امين عامل. اللي ما اللي يخدم وعنده الباك ديجا وخدام وخدام يفتحوا له مجال باش يجاز للترقيه الامتحان يسموه كابان بريمير بارتي كابان الله يبارك. اذا انت ديت هذا الكابان تاعك 72 لو 21 نوفمبر هكذا 11 1972 على بريمير بارتي بارتي دي كابان بينانك مات هكذا يسمى في 25 نوفمبر 72 ومن بعد هذه بريمير بارتي وكان لي يعني شرف لي شرف عليا في هذا في الامتحان ها المفتش العام سي بنقادة عام رياضيات ها هذا بنقادة لابكم هو اللي عرب الرياضيات في وقته الله ايه كان الاخرين بكري كانوا التلاميذ معربين يقراوا على الكتب المصريه عربها كامل عربها وهو اللي غرس فينا هذا كان يجينا الامثله تاع الوزاره يهبط المتوسطه باش يشوفني انا وبختي على زوج على زوج وهو اللي غرس فينا بفضل جحيش ربي يرحمه جيري هو جحيش كان معاه يخدم معاه وكانوا في لكن في الوقت هذاك دخلت الرياضيات العصريه مودرن هذا الشيء اللي فتح لنا الباب هنا وحنا تكوننا يعني كنا متوعبين مليح هذه الماده ونشرناها ونشر يعني اثر فينا في الجديه نتاعو في العلم اللي عنده فيه تاثرنا منه وكانت لي انا في الحقيقه كانت لي تاثير كبير ونجحت ثاني ونجحت العمل تاعك استاذ رياضيات حتى شفت تخدم كاستاذ رياضيات 79 79 في مزيان خشيت الميدان واحد اخر دخلت الميدان سياسه من 79 حتى لش من 80 من 80 حتى 2007 اصبحت مدير لا 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 في السياسه دوك من 79 هذه الفتره هذه كنت ناظر ها اول النظام تاعي كان في النقابي دخلت شاركت في المفتاك هذه في مدرسة الرجاء بديت ديجا العمل النقابي رفتك هذه واش يسموها الاف وسني في دار النية فيدراسيون اون فرونسي فيدراسيون دي ترافايور دو ليدوكاسيون اي لا كولتور يسمى الفيدرالية عمال التربية والتكوين والثقافة والثقافة هذا أول نشاط يعني أول نشاط من النشاط النقابي واللي انتقلت إلى في 79 النشاط السياسي لا لا هذه في 71 دخلت للحزب أوي إيه وين اللي دخلك كان لي اللي سحبك ثم صديقي زميلي وصديقي عمرون عبد الحميد عمرون عبد الحميد أعطيني الصورة تاع عمرون عبد الحميد صحيح هنايا واللي راه قاعد معاك لهنا هو كان شجعني باش نكون ندخل في النظام سامرون ربي يذكرك هذه الصوره جديده هذه بعد هذه جديده اذا خشيت للسياسه من 71 ناضلت في الحزب ها دخلت كنت وليت عضو قسمه من عضو قسمه وليت عضو مكتب قسمه اها ف
ثم في 79 ترشحت البلدية. ها؟ نجحت وصبحت النائب الثالث. لسيبو طبيب. سيبو طبيب. ذكره. الثالث. رئيس اللجنة الإدارية. ايه. أنا هنا استغليت كفاءتي الإدارية والعلمية، حاولت باش نحسنوا التسيير تاع البلدية. في ذاك الوقت كانت ما عندها لا كتب عام لا كانت أجون تكتيرو، ما كانش. ثم كنتوا تحاولوا تساهموا في إطار من أجل حياة أفضل والله. أيوا كانت البلدية على كل حال كنا في 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 عهد الفترة نتاع من أجل حياة أفضل. استفادت البلدية بمشاريع عدة، وثم ناطشت. وأنت كنت مشاكس قالوا. ها؟ كيف؟ أنت كنت مشاكس. مشاكس على اساس انك التكوين تاعك منطقي رياضي كلش. هذه في النشاط نتاع المداولات تاعك كنت ناقش، كنت ما تقبلش بسهوله. ما نقبلش يعني نحب ندخل نسيروا نوع من الحريه ما نسموه. الله يبارك. حتى في مشاكل مع الوالي ذاك الوقت. سي عبد الرحيم ذاك الوقت. مشاكل من الوالي تعيلوا بلي انا يعني ضبوا صابوتي وما مفهوم، ما كاش مفهوم تاع باتريوتيزم وطنيه فوالا. ولكن من بعد صار يعني بعد ما كيما نقولوا فاق باللي ما فاق بعقليتي. مانيش حطاب، مانيش ننتقد التحطيم. سمت من اجل احسن يعني من اجل احسن. التحسين تحمل المسؤولية كما نقد بناء. بناء. صحيح. نقد بناء باسكو هذه اللي تعلمنا في قرواني. اللي كانوا جمع المحاضرين. اذا من 79 حتى 74. 84. هذه العهدة الاولى نائب. ثالث. مع سي بوطبي. ومن 84 حتى عضو 88 عضو سابل. لانني وليت واثناء ذلك كنت تمارس التربيه ولا هذاك هو اللي خلاني ما نطمحش مليح بزاف المسؤوليات السياسه. دورت الاداره 1980 وليت مدير ولا وقتها. 1980 مدير نتاع متوسطه هذه المختلطه. وما كانتش هذاك بدلوا لها الاسم. ها مي زياده. وقتاش بدلوا لها الاسم؟ في 79. انت ما انت كنت كنت استاذ الوقت. ما على باليش بالقصه كيف حتى نبدلوها، شكون اللي بدلها؟ ليه بدلها؟ كان وزير الاشرف هذا مصطفى الاشرف. مصطفى الاشرف تعين وزير، دار سياسه على انه اولا يعني نذكره مليح مليح بكري كان كي وزير يزور مدينه يحب الدراسه ويروحوا يستقبلوه تلاميذ. حبسها هذه، ما الا للرئيس يخرج التلاميذ. ثانيا قال كل مدرسه كل مؤسسه تعليم قال لك لازم ندخل نسميو العلماء، نحيو العلماء تاع العرب نسمو مؤسسه بالعلماء. ومنها في مشيله سمى هذه ميزياده، كانت كاتبه على كل حال وين كان لبنانيه. لبنانيه كاتبه مشهوره، ميزياده ابن الهيثم المقراني، هذه وكل طلب هو في عهده. في عهده. رغم انه كان يقولوا بينانج. كان يقولوا ثقافه فرنسيه عليه. كانوا متهمينه. فوالا. المهم هو سموها ميزياده. سنه هذه السنه يعني. من المختلطه متوسطه المختلطه ولات ميزياده في 1979. 79. الله يبارك. وكان في المكان اللي راه فيه التميمي برك. اللي راه فيه التميمي. اذا انت كنت مدير من وكان داخلي. داخلي. ويست. كنت مدير داخلي. من 80 حتى للتقاعد 2007. ما هو الحدث اللي صار في 85؟ 85 كانت الثانويه التميمي هذه في مقرها القديم كانت مكتظه بالبنات الداخليات. مدير تاعها كان الشيخ حماني عبد الله ربي يرحمه. ربي يرحمه. كانت مكتظه بالبنات، وكان الثانويه هذه كانت مدرسه ابتدائيه وحولوها تدريجيا الى ثانويه. هي كانت مدرسه ابتدائيه.
ومن بعد بالمرافق تاع المدرسه دي حولوها للثانويه ومنها المطعم حولوه مرقد، المطعم نص المطعم هم يستعملوه كمطعم، والباقي وين كان وين يقعدوا ياكلوا قلبوه مرقد البنات. والماء وين ياكلوا داو المطعم تاع مدرسه رجب، كانوا دايرين باب يدخلوا البنات تما ياكلوا. اوي ايه عاشوا ازمات كبيره بسبب الاحتضار. طلع من هذيك ساعه تقرير المدير الطبيبي ان الظروف الثانويه هذيك ما بقاهاش. وين هذي كان مدير التربيه ذاك الوقت؟ التربيه على كوك. مدير التربيه والشيف شاف انا في هذاك الوقت المتوسطات الداخلي بدات تعمل المتوسطات على عبر البلديه. كثرت في المدينه المتوسطات نفس الداخليه كما نقولوا البلديات اللي كانوا يبعثونا الداخلي ولاو عندهم متوسطات مقرا وحمام درع فوالا نقصوا الداخلي نقص الداخلي كي نقص الداخلي قاعد كان نق كميه قليله من الداخلي نقص راحوا ينقص كان هذا مدير التربيه اللي هو الجوبي الله يذكره على خير تفطن لهذا الشيء استدعاني انا ومدير ثانويه شيخ حماني شيخ حماني قال واش رايكم لو كان تديروا تبادل نحيو الداخلي تاع مزياده تولي مزياده خارجي ومن بعد نرحلوا الثانويه اللي راهي كانت نرحلوها في مزياده ومزياده تعاد الثانويه روحوا ودرسوا وشوفوا كيف هديروا الداخلي حاليا وكيف هديروا وشوفوا اسكو ممكنه ولا مش ممكنه. الطاقم الاداري تاعك والطاقم الاداري تاعو ولا كنتوا في زوج مسؤولين؟ ايه المسؤولين احنا اسكو شي يهمنا يهم التربويات التربويات ندرسوا هاد الامور. وكان ذاك الوقت كان سي رمضان احمد الله يذكره على خير كان يشوف على الدراسه ايه كان يشوف على الدراسه في الاكاديمي هو هي راس الاجتماع هذا. بروح على كل حال وطنيه وتربويه شفنا بلي الوضع لازم يحتاج الى حل. وافقنا وسهلنا الامور في ميم با ما كانش اسبوع في اسبوع هيئنا الامر في نهار ماتريال تاع الثانويه هبط الميزيده والماتريال تاع الميزيده طلع للثانويه. هما قراب لبعضها. والتلاميذ راحوا يقراوا في قلنا لهم لافاي القدوه نروحوا للمؤسسه الاخرى. الله يبارك. ما لقيتوش كيفاش يقولوا الشعب يعني قبل لكم بسهوله اولياء 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 لي بارون. كيفاش مش بعاد على بعضهم برسك. ما فوالا قرب. ما كان لاش يعني بيناتهم 50 متر ولا ما كانش يعني مشكل ما صارش مشكل يعني قصدي ما صح في البدايه الاولاد باسكو كانت المزياده كانت فيها الاولاد تاعهم كانوا يجيبوا لنا من جعفر صح في البدايه كان لهم شويه صعوبه الاولاد كانوا يجيبوا صعوبه كانوا يجيبوا شويه متاخرين ومن بعد بشويه تاقلموا على الوضع. وانت يعني ما ندمتش على العمليه هذه؟ ما ندمتش نفسيا يعني انا نشاط كي رحت للثانويه لقاها غير براك وكان في ذاك الوقت بحكم كنت عضو في البلديه استغليت البلديه ما وسائل البلديه استغليت يعني مع علاقتي باش نظفت الحاله شويه في يسموها البرارك وهذيك الامور اللي كانت معيقه نحيناها وانا على بالي بالسمو في ذاك الوقت كانوا عندي ثلاث استاذ ثلاث اساتذه تاع رياضه بدنيه لازم ثلاث ميادين اوي اي لازم ثلاث ميادين ويخدموا في وقت واحد صح ثلاث ميادين اذا كان عندك تلميذ كان في ذاك الوقت 1600 تلميذ الله يبارك هذا ملي كنت داخلي كي ولينا خارجين لحقنا حتى 1200 تلميذ ايه ها؟ ايه من بعد هذاك المطعم المدرسي اللي كانوا مستغلينه كمرقد
سموه واللي تحولت وانا الى ورشات ورشات التعليم تاع التكنولوجي. كانت واحد الدكان هكذا درتها مكتبه. والاداره اولا كانت في لي لوجمون وراها وراها دوك حاليا سكنات الطبي. كانت تما الاداره الاداره تاع الثانويه قبل من قبل خليناها احنا. ومن بعد اسمح لي شكون اللي كان يعاونك يعني من الناس الشارع؟ كانوا زوج معاونين. واحد من بعد على كل حال كان سيد مطرفي اللي كان سي احمد مطرفي كان يقضي لنا العربيه. قعدت تفرغ للنقابه تفرغ للنقابه. قعدت انا وسي بغيش عبد الله نعمل صديق ونعمل زميل ونعمل مسؤول معين كلها بهذا العدد الكبير تاع التلاميذ. كنا متحكمين في الوضع على احسن ما يرام. كان اوتوريتير. والاساتذه اللي كانوا يخدموا معك؟ الاساتذه راح على بالك مده. كان الاستاذ جعيجه ربي راه مازال الرياضيات. كان الاستاذ جعيجه جريو جريو سعيد عريو البشير يتلقن بعد ولا ورق عام. أنا إيه حديثة سي بلو بشير كان مراقب عندي. كان مراقب في الداخلي. بعد قعدت بلا كي تفرغ سي قال لي منصب فارغ تاع هذاك تاع مراقب عام. كلفني كلفت سي بلو بشير محمد لمن نسيتها. وين تكلف فيه؟ كان يعجبني في التحكم. هاوي إيه التحكم صار ايه يقدر على التلاميذ يعني كان يحبوه. كان كان مليح مليح الله يبارك. ايه كان مليح. من بعد كي ترحلنا ولا نقصونا لي بوست ولات وليت مراقب عام. جا ديك الساعه سي مغيش عبد الله. ايه سي عبد الله يعني عقبنا يعني كنا كانت المؤسسه في ذاك الوقت على كل حال كانت مشهوره في البلاد بيانسي مركزيه. زيادة كان المسؤول اللي يجي يجيب ولاده يقراو عندنا. والد اي واحد حتى ايوا على بالك ميزانيه ثاني على بالكم الحاجه اللي تعود الحاجه اللي تعود مليحه ناضحه وشنو هي؟ تجلب 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 تلاميذ وتجلب عاد تتولي تولي حتى نقول لا يستطاع له ان ايه يقوموا بها. قوموا بها. ما تقدرش تحكي لنا القصه نتاع طابونه؟ طابونه هذه في الشهادة التعليم المتوسط في دورة من دورة شهادة التعليم المتوسط. كنت رئيس مركز تاع شهادة التعليم في ميزية دي بعد في المقر الجديد وكان مدير التربية أنذاك علي قولي مجوبي محمد الحسن كانوا داروا في السؤال نتاع الفيزياء كانوا يقطع فيها سؤال نظري وسؤال تاع رسم. طلبوا من التلاميذ الرسم طابونه ما عارف كيف يسموها في هذا الوقت بالعربية. تلاميذ ما كان اللي فهموها كان اللي ما فهموهاش. كاينه بنت من ضمنهم بنت الوالي بو برطاخ. ما فهمت السؤال. كاين واحد الدار مش كات قلت راني ما فهمتش هذا السؤال هذا. بالك الوالدين من طبعتهم كاين واحد الولد واش درت واش قريت واش كذا ولا جاوبت ما جاوبتش هذا ما فهمتوش. الوالد تاعك كان والد فهم باللي الاستاذ ما دارش الدرس. وكيف يديرها في الاسئله؟ كلم مع مدير التربيه. باش يهضر معايا. ما استقبلتش بالتليفون كنت متشوش مشغول. كان واحد مشاغب في المؤسسه مأثر عليه مغشش وكنت انا في حاله غير عاديه. كي هدرت معاه ما هدرت معاه بلياقه. هدر معايا ما جاوبتوش بلياقه ما شبهتوش. وحطيت الهاتف هو في المكتب نتاعو فهمها بلي سوء ادب مقدر يسبي. جاني المؤسسه جاني المؤسسه تخلي قال لي رواح نحتاجك تدخل هو نصيبو جاي يزور المركز كان مدير طبيه من قوي يزور المركز. قال لي لا نروح للمكتب.
رحنا للمكتب، سكر الباب هو، قعدت في المكتب نتاعي وبعد يسأل فيا، دار لي درس لسان دو مورال كما يقول، ايه دار لي درس اخلاقي كيف يهضر معاك المسؤول، هاو كيف تجاوب وهاو كيف تسمع فهمتوا بلي اعتذر على هذا التصرف، ولكن هاي الظروف نفسية اللي كنت فيها في ذيك اللحظة. في ذيك اللحظة كان عندنا واحد غش، كانت الحالة فوضى، كنت متحكم. بعد تفهم هو الوضع قال لي مهما يكون خرك قائد ما لازمش أحداث كما هذه أثر عليك وتفقد أعصابك. لازمش مهما كان مهما حدث حدثت تتصرف معه. يعني كانت لي هذه درس إيه. كانت لي درس خذيت منه عبرة، خذيت منه عبرة كبيرة. بعد فهمته باسكو حققت من بعد باللي الدرس هذا مسجل حتى في دفتر النصوص مسجل. يعني الأستاذ بريء داره، قام بدوره. جاوب قال لي خلاص خلاص دار خدمته خلاص وانتهت العملية. زين في 2007 2007 خلصت ال ولكن استنى تفضل. كان مدير تربية مبارك ما مانيش في السنة مع هي في التسعينات. جاني زارني المؤسسة شاف بلي المكتب انتحل يمشي فينا كامل واش كنحب المكتب تاع المدير فاس. قال لي هذه ماهيش خدمة، واش هي كيف اسمك دارة عمامة دار لازم لها أموال دراهم. إيه عمل يعطيه الصحة، جاب لي غلاف خاص كانت ورشة تعفيز يارها عند الباب، ورشة تكنولوجية خدمت منها الإدارة الحالية والورشات من هي استغليت ثاني وسموه خدمت ورشات وخدمت قاعة كبيرة سميتها ورشة ومنطقة محاضرات وحفلات المؤسسة. والجامع هذاك ديتوه اللي كان جامع اللي كانت البراكة تاع الجامع هذيك نحيناها هذيك كانت بنية قديمة هذيك البنية القديمة هذيك درت الاستاء كما قلت لك درت الاستاء للتلاميذ وقيت معاونة قيت كاين أولياء تلاميذ عندهم مقاولين جابوا عاونوا باطل يعني كنت النفوذ نتاعي نستغله في المحيط مصلحة المؤسسة هذه خدمتي ولات مؤسسة اللي راهي كنت تشوف فيها الله يبارك داير ما زاد عليها أول 2007 خرجت تقاعد مسبق لا خرجت مسبق إذا كان أثرت بزاف بالتدهور تسيير في التعليم أوي هذه من جهة ومن جهة بالنسبة لي أنا كانت في ذاك الوقت سياسة التقشف كانوا المناصب عزاز كانوا يحتحوا مؤسسات ونحيوا له المناصب بس كنت من جوه كانت مؤسسة كبيرة كان فيها مناصب عدة إدارية كل ما يحتاجوا نحيوا منصب من عندي في آخر المطاف لقيتوا آخر أنا والمراقبين العاملين والمراقب حتى المراقب العاملين ترقوا صبحوا مدراء اللي جاوا عندي وكل ترقوا صبحوا مدراء وما كانش من خطخلفهم وليت تخدم وحدك وليت أنا المراقب العام أنا المدير أنا المراقب العام وأنا المراقب زيد أكثر وكثر خاطي التكوين اللي كنت تساهم فيه كنت يعني مدير التربية كل ما يحتاجوا التكوين دراسة مشروع دراسة كذا عيطوا لي في المنتدى في كل شيء إذا خلص تقاعد كان حزب العمل مع الجدية نتاعي أثر فيا صحيا أثر فيا صحيا بزاف شفت حق اللي ما نقدرش نكمل انسحبت بشارة كان الدخان صح كنت نتكيف هذه الصحة ولكني سيرتو اللي بسموه وصحيا بدي ضريت بزاف
فقدت السمع، فقدت يعني نقص لي السمع، درت عملية على عيني، صارت لي نكبات بزاف بحكم ستريس. والأسرة في حد ذاتها كنت قائمة؟ الأسرة لبس الحمد لله. أنا قصدي شغلت على المدرسة وكثرة الطلبة ما راح لهمش حقهم شوية، حوست بيهم. هذه شهادة الأساتذة لحد الآن، مخلي تاريخ زين. غير بالأمس يوم 19 أبريل جيت عاقب على المؤسسات اللي خرج لي الأستاذ بالبصير دخلني بالذراع المؤسسة. جاءوا الأستاذات وسموه شافوني، جاءوا سلموا عني منه ومنه. كل اللي ما عرفوكش؟ كل اللي ما عرفوني. دار يحيى. يعني هل تلم كنت نتولى نتخلي بهم؟ هم لحد الآن ما من برا ما من سنة. وأنا أصلاً كنت تلميذ تاعك في سنة رابعة. وأنا أفتخر. زيد تلاميذ تبعك، أذكر ذاك الوقت اللي كانوا قرأوا معايا سميهم بالمسلي. عباس وفبي والباح بوضياف أبو بكر الجراح السعدي جمال الفرماسنيا. كاين كثير يعني عرعر البشير الله يبارك. احنا كي نشوفوك مازلنا نعتزوا بك، وكاين حاجه مازلت نتذكرها ومش ممكن ننساها، يعني انك في مره كان هناك غش في الماده نتاعك، كان ذلك الوقت كاين فضيل فرحات وكلش، وذاك الغش صار بسبب كسر الزجاج تاع النافذه، دخل ورقة من القسم اللي قبله ودخل انت يا محبش تاخذه. قلت وكان جات الزجاج يعني موجود وكان ما صراش الغش، وبرأت ذاك الطالب ذاك الوقت ودحقه. انا قاعد اعيش في 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 داري متهني معزز مكرم. داروا لي الاساتذه نتاعي قيادة سي بلبصير كرموني، داروا فيها حفل كبير والمدير كان غايب فيها. انا جبتو هذاك نفس المدير. هذه الصورة تاع التكريم. الله يبارك. هذا وش من عام؟ 2007. في نفس السنة. 2008. 2008. قالت هكذاك في 2010 جاب ربي ما جاب مكتوب رحت للصيغ. وعلاش؟ عندي بنتي ثم رحت حوست. ثم هما سحب بلاد الفيلو سموه، رحت في بي والحريه نضال في الفيلو نضال نحوس المدينه هذه كامله حوستها وانا المهم كان في فرصة وين دين نحي الستريس اللي كان نسيت كل شيء. الغمة هذه في حكمتك من العملية. جبت الحكت بني صديق الروح الأخير ذني جاب له ربي مكتوب في فرنسا. نروح عنده ذني بثلاث أشهر نقعد ثاني نمشي على 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 راحتك بدون أي مشاكل، بدون ضغوط بدون أي ما نحتاج بدون هذا في 2000. وزاد بني ثاني ربي يذكر على خير ربي يصلح له ويستره ويحفظه. كل ما تربيه ما شاء الله. قال لي انت تسكن في شبيليه نديك شبيليه الحقيقيه. ايوه شفت شبيليه. ثاني ربع ايام الله سيفي. اوي يا اخي انت رياضي. شفتها رجال. شفنا شبيليه وقرطبه. اصول عربيه. اصول عربيه. وشفنا التاريخ العربي. والمدن العربية كيف ألم نسلم؟ نسلم على كل الزملاء اللي نشوفهم واللي ما نشوفهمش. هم كنا خطرا قاعدين في البلاد الشيخ عمرون جلول سي غضبان نذير سي غضبان نذير معلمي
كنت كان أستاذ معايا وكنت أستاذ كنت مدير عليه ويبقى دائما معلم تاعي أستاذ احترمه لحد الآن. ثاني بلغ السلام ثاني المعلم تاعي الأول معلم تاعي اللغة العربية هو سيدنا عيسى عبد الوهاب. ربي يشفيه. يا ربي يشفيه إن شاء الله. هذو المعلمين اللي تأثرت بهم بزاف بزاف. والزملاء الآخر عمل عبد الحميد سي بختي سي سي دودو عبد الله. الله يبارك. وينهم اللي ترحم عليهم؟ سعيد رجم. ربي يعاونك. ربي اللي في الشافي وخاف ربي اللي في الدراسة. سعيد مرنيس. ربي يرحمه سعيد. ربي يرحمه. سي بشير بو جمليل. ايه الصورة هذه. ربي يرحمه سعيد. احنا كنا نخطو زعما باش نروحو نديرو مع حوار هكذا العام اللي فات وليما خلينا عكا كانت تلميذتي عكا ربي يرحمها كانت تلميذتي وقرات معايا زوليخ كانت مريضه مسكينه كانت عاني واحد هو في فرنسا بليزيور ريبريز وتوفات هذه النهار تاع الانترناسيونال خديت كلها وقرات وسي محمد بن البخير اها ولكن سي محمد بن البخير اه كاين حاجه واحده اخرى اللي ما ننساهاش بي ربي يرحمه قدور الله يرحمه يكون بعيد يجيك يجري هو يشوف يعيط لي ويجي يجي واش اينما اينما كنت في اي وقت وقاعد نستاهل لماذا لماذا التقدير اه بطو ما كان هو في ال آه. ايه ربي يرحمه ويسع عليه هذه ربع ايام بعدها توفى ابوي وليده صح محمد باش فتح عليه ما قريتش ما خريتش انت عندي قريت ما قريتش عندي وانا ما قريتش مزيره عبد اللطيف بنو قراه عندي لا في فرنسا هذاك عبد اللطيف قراه عندي مزيره قلت لك هذا سر معرف الاحترام والتقدير اللي كنديرو لي ما تبس صور يجري من الطريق يبدل طوطوار بيروح يسلم عليا يسلم عليا منه ومنه صح ويروح ثاني ما كثرش معايا الهضره والله هو في العياد يعقب في فم الباب سلموا يعقب اقعد تسق بيشرب هو ربي يرحمه هذه اخر كلمه نزيد الاولاد الاولاد في اخر المطاف بعد ما ارتحت نفسيا عرفت بلي الكنز الوحيد اللي عند الانسان مهما كان وانا منهم هو كي يكبر ويلقاو بيدات وصالحين هذا وراهم كل متهني بارك الله فيك سيدي